شنو وقع اخويا هنايا؟ علاش تم التوقيف ديالكم من طرف رجال الامن هنايا؟ سلام اختي هاني. سلام. خصنا نسول دابا نقول لك دابا حنا عطينا هنايا 10 دقائق ولا ربع ساعه دايرين تاوي. سمعتيني اختي؟ تنديروا المنطلقه من شارع الفيزا تنديروا 10 دقائق وتنتموا شي شويه يعني وتنوصلوا السبته تنديروا ثاني كذلك 10 دقائق اخرى. تيبا الكارلي ورانا تنزيدوا في الحيه وتنديروا المخزن ايدي المختزن ايدي المختزن. شنو وقع اليوم؟ علاش وقفوا عليكم رجال الامن؟ ولكن انتم عندكم في الورقه مرخصين على انكم توقفوا. واخا نسالوا الاذان باش ما نتلقاوش نهضروا حنا والاذان. الدراري يمشيو يخدموا. لا والناس مساكن اللي راكبين. اه الدراري تما راه كيهزر 140 ريال بلاصه. ترى 100 ريال 140 هذا داك المحل ديال دابا هذا لاسورونس اللي تيخلص هذا تيخلصها بحال مول وجده. وجده ب 3000 ريال البلاصه هذا تيهز بلاصه ب 100 ريال ولا ما يمشيو يسلموك لاسورونس يخلص هذا 3000 18 شحال؟ 38000 درهم. دابا الفايف شحال كيمشي؟ انت شحال داير؟ 500 درهم تناكلوا اليورو 500 درهم مازور. إلا جيتي عام 300 وطعتي ب 500 800 حيت 500 بقى 300 اش غتعطي المولاه؟ اش غتاخذ انت؟ اش غياخذ السيد اللي صايك؟ مدبين وصافي هادشي اللي كاين وما كاينش البديل. شنو وقع اليوم اختي؟ دابا حنا واقفين هنايا تنترزقوا على روسنا رئيس المنطقه الله ونصانا جاو الناس جاو الدراري الدراجين هادو قال لك عطينا اوراق باش تقيدوا لكم البروس. واخا انتم كتهزوا البلايص من الطريق؟ تنهزوا ما عندناش من المحطه للمحطه. لا ما عندناش من المحطه للمحطه. شنو كيتسمى هذا؟ ما حنا ريكولاج. لا كنعرفوا كيران هو اللي كيهز من المحطه ويدخل لمدينه اخرى. لا هادو خطوط قصيره. هادو خطوط قصيره هادشي اللي قلتي انت هادشي بالنسبه للكرين بعاد من المحطه للمحطه كل محطه يدخل يدير فيها ربع ساعه ويزيد. من وإلى؟ تمشيو من كازا لبرشي، كازا دروا برشي. شحال كتهزوا دابا؟ تنهزوا بلاصه كاينه ديال 100 ريال وديال 140 ريال وديال 1000 فرنك. اغلى بلاصه هي ب 10 دراهم. حتى لبرشي اه. كنديروا خير. ايوا هادشي اللي كاين. كنديروا خير. نهار السبت الطاكسي تيدير 30 درهم، حنا تنبقاو لاصقين في 1000 فرنك. يعني دابا حنا كيبقاو على الطاكسيات انتوما كتهزوا. كلشي تنهزوا. حنا لما درنا الزياده ما كاين والو. إلا ما درنا الزيادة ما كاين حتى شي حاجة، باش تقولي نديري كوس. خدوا داك العبء على المواطن. صافي، الناس راه نافقة تيمشيو يجيو معنا يوميا هاد الناس. طلعي عند الناس الكار وسولي واش هما اش غيقولوا. اللي شاف هاد الكار دابا يقول غادي بواحد. وتا فينا هو راه يقول هادو راه مكحلينا. تنقول لك اللي كاين. الضرائب ديالكم للدولة. كلشي هذاك الشيء تيخلصوه الناس إلا بس الشركات بحال الساتيان بحال الغزالة تنخلصوا حتى حنا. انتوما كتخلصوا الضرائب ديالكم انتوما ماشي بحال النقل السري. لا 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 عندنا كريمة ديالنا كريمة مولاها ب 5000 درهم. 5000 درهم 5000 درهم وضريبه ب 6000 درهم ولاسونس 38000 درهم. لا قلت لك حنا كاينين شي خطافه هنا تنشوفوا تيهز 8 خطوات وما عندهمش اوراق هنا ما عندهمش حتى ورقه وحتى المازوط ما تيديروش ليسانس خدام عبوطه دير عبوطه تندوي معاك وانت وقفي شي طالع في شي طوموبيل ديري بافي داك وطالع شي طوموبيل غشمي ريح الكاز الطوموبيل يعني راك في قنبوله وماشي قنبوله مريسكي عطي 100 ريال ومريسكي باغي تموت 100 ريال يعني غتخلصوا دابا المخالفه وما عندنا ما غندير الفواياج ما شاط فيه ما شاطي حتى شي حاجه ها غتخلص دابا انت 25 بلاصه دير لها حتى 8000 فرنك يلا اللي هز دابا الان وراه مشاو صافي داو كلشي خدام اللي خارجين دابا المخالفه اللي غيخلص دابا 150 درهم دابا المخالفه ديال 150 كاينه 300 وكاينه 150 شوف واش غيدير معنا دابا المشكل اللي وقع لهم هما جاو كيران اخرين سبقوهم اللي ورانا في النوبه كيخدموا غير مع اصحاب الشركات يعني اصحاب الشركات داهم كيران يعني غيمشي خاوي دابا هذا الشيء اللي هز هو اللي كاين الله معايا دير فيديو الله معايا حتى المديونه مشي ديك طاكسي كورس يجيبك وغتشوفي كي غنمشي قسما بالله ما نكذب عليك غنمشيو النيه دابا ما عندنا ما غندير دابا انت هذا الفياج خاسر بزاف كاع مليون في المية ها باش جاي قسما بالله وما عرفتيش غادي نجبد لك انت باش جاي قسما بالله الا باش جاي من برشيت للدار البيضاء دابا جاي من برشيت للدار البيضاء كارتي ياكل 500 درهم الروتو راه واش شحال فيه 80 درهم ما عرفتش 30 درهم ديال الصرف اللي عندي دابا النهار كله هو فيني 500 درهم ديال المازوط دابا انا عمرو على المازوط فيها واحد الطابه وفيها كل شيء بلاتي نعطيك بلاتي نعطيك واحد خلاصة عطيني هذيك الورقة عافاك اللي فيرسيتي بها الصباح الورقة اللي فيرسيتي بها الصباح الورقة البيضاء اللي فيرسيتي بها الصباح الكريمة ارى لي ارى ارى باش تشوفها فهمت زومبي مزيان لا عطيها تشوف هاد الزومبي الورقه فيها طابع من لا هذه صيفطنا خلاص ديال بولكريمه ها هي غادي يقول لك شحال فيها بري كلشي انتم عندكم رخصه ديال الركاب هذه تخلصت انكم توقفوا توصل كان الجور ديال شهر ديال شهر جوج يعني 4000 درهم دابا قول لي واش عندكم رخصه ديال انكم توقفوا تهزوا الركاب واه راه قريتيها راه قريتيها من وزاره النقل واللوجيستيك
وعليك دي نزلت تاكل طلعت تاكل كرموز نزل شكون قال لك صافي وراه شي اللي كاين وراه دواء خاصكم حلت شي حتى شي ما نسلكش بحالك فين ما توقف تخلص المخالفه واش بزاف 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 كاع واكل الشعب حنا دابا شنو واش حنا امتى تنتقوتوا من الكيران مناسبات لكن شي صيف ومناسبات هادشي اللي كاين ما دابا عم سعد فياجور وصار حنا خدامين دابا بسعد فياجور الرساله ديالنا هما هاد الناس هادو اي يديروا معنا عشي حل هادشي اللي شنو هو الحل هما شنو هو يديروا لكم محطه فين توقفوا ما عندناش ما يديروا لنا شي محطه ما بدهم نكذبوا يعني باغين بغيتوا دوك الوقوف متكرر صافي باغي الوقوف متكرر هادشي اللي بغيت الله صح حطوا واش كتعرقلوا السير مازال معرقلي لا السير شنو كاين بلاصه بروميير بوزيسيون كاين ملي يدوز بنادم كاين كلشي راه ملي غادي تحط البلايك ديال ممنوع الوقوف راه غنحيدو كتساهموا في التخفيف من كتنقلوا المسافرين الناس اللي ما عندهمش امكانيات باش يشدوا طاكسي راه اللي عنده اللي كيدير لا نابيض باش غيركب كتركبوا 8 دريانه ماشي بحال راه شحال من عام هادشي راه ماشي دابا تندوي لك عليه انا راه سنين ومينين انا راه من 98 وانا في هاد الحرفات قسما بالله 26 عام دابا انا دابا صافي المخالفات حرات صافي شحال هاد المخالفات شحال 150 درهم ورا وريتها يخلف ما عندنا ما غنديروا هادشي والله يعوضك هادشي اللي غادي اللهم امين اختي الله يحفظك اختي السلامه كما شفتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في المشكل اللي كاين هنا هو هاد الكيران كيخدموا على حساب يهزوا البلايص من الطريق بالنسبه للناس اللي كيخرجوا من الخدمه داروا مخالفه على حساب هذا الوقت يعني كيهزوا واحد الاثمنه اللي هي مناسبه بين 100 درهم ما بين 5 درهم حتى 10 درهم كيهزوا اثمنه مناسبه اللي كيمشي بها المواطن البسيط مسكين اللي ما عندوش باش يمشي في طاكسي ب 30 درهم كيران مع العلم ان راه هنا كاين الخطافه اللي كيخدموا بلا اوراق بلا جوج بلا رخصه اذا كنبغيو نشكروا بطبيعه الحال رجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها رجال الامن كيطبقوا القانون تنبغيو نشكروهم خطاف كيدي اكثر منك نتايا اللي كتخلص الكريمه وكتخلص 500 درهم تيخلي خطاف 600 درهم تبارك الله عليكم اخويا تراك السلامه